السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كنتمنى تكونوا بخير على خير داخل الوطن وخارج الوطن. انتم المتتبعين ديالنا هو السد. باطا ديالي باطا ديالي بغيت انا نمشى السلام عليكم المتتبعين، هانتوما شفتو السد عامر بالناس، عامر بالله عاد شفتو الطنوبيلات هانتوما طبيعة جميلة جدا، هانتوما شوفو على طبيعة جميلة جدا. الطبيعه كي جميله جدا، ها انتم شوفوا على الطبيعه، شوفوا هذا النهار خرجت وليداتي اللي يشوفوا السد يتنزهوا هذا النهار، وكما كتشوفوا انايا مسؤوله عليهم، مني اب مني ام مني كلشي، خرجتهم يشوفوا الطبيعه. والله يجزيكم بخير، ديروا الناجيم وبركوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم الخير والسعادة والعواشر مبروكة بالصحيحة والسلامة، وكل عام وانتم بخير. الله يدخل عليكم هاد الشهير رمضان، رمضان كريم، هاد الشهير ديال الغفران والصيام، الله يجعلنا مصيامو جاينا حنا وجميع المسلمين والدول الاوروب داخل المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. كنصيفط لهم هذا الفيديو اللي كنتمنى الاعجاب ديالهم، والمغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن والدول المغربيه، الدول العربيه والدول الاوروبيه، شاركوا معنا في هذا الفيديو، ديروا لنا جيم، الله يجزيكم بخير. كنتمنى يعجبكم وما نكونوش ثقالين على قلوبكم. هانتوما هاد النهار الحد اللي الناس كلها اللي خدام اللي كيقرا كلشي كيجي لهاد السد هذا. هانتوما السد جميل جدا، هانتوما الناس بالطوموبيلات كيجيو ملين ولين اللي كيجيو لهاد النهار الحد لهاد السد هذا. هانتوما شوف، هانتوما راه وليداتي فين راهم، تاهما كيلعبو في الما. وديرو الناجم وشاركو معانا، الله يجزيكم بخير وناركم مبروك وعواشركم مبروكة بالصحيحة والسلامة وطول العمير، ويبعد علينا هاد الوباء وندخلو الحب ونوليو لحياتنا الطبيعيه. انتما الناس بالطوموبيلات كيجيو لهنا، ها